نبدأ جولتنا على مختارات من أعمدة الرأي والمقالات بزاوية للعتر افتضاح للكاتب مزمل أبو القاسم، التي جاءت هذه المرة بعنوان وضع الطيران. يستهل زاويته بالقول: من الواضح حقا أن يرتبط كل انخفاض مريع للعملة الوطنية وكل ارتفاع مهول في سعر الدولار بتدخل سالب للحكومة نفسها في سوق العملات الأجنبية. ونذكر هنا أن الدولار كان يباع بثمانين جنيها في مثل هذه الأيام من العام الماضي، قبل أن تتدخل الدولة ممثلة في وزارة المالية لإبرام اتفاقها الشهير مع شركة الفاخر. ومن هنا ابتدأ مسلسل الانهيار الكارثي للجنيه. ويمضي مزمل أبو القاسم بالقول: خلال عام واحد انخفضت قيمة الجنيه بنسبة تقارب 500%، ليسجل الدولار أمس 350 جنيها في الخرطوم ويقترب من 360 في دبي. المزعج فيما يحدث في سوق العملات حاليا أن الزيادات باتت تتم بوتيرة يومية، بل تحدث عدة مرات في اليوم الواحد، ليشيع ذلك الوضع المزري فوضى عارمة في الأسواق وصلت درجة توقف التجار عن بيعهم عن البيع تبعا لعجزهم عن التسعير. ويستمر الكاتب بالقول: الطفرة الأخيرة التي تهدد بتخطي الدولار لحاجز 400 جنيه خلال أيام فقد حدثت تبعا لإقدام الدولة ممثلة في وزارة المالية على تسديد 16 تريليون جنيه لشركتين تنشط إحداهما في مجال طحن الدقيق وتستورد الثانية مجموعة من السلع الاستهلاكية بما فيها السكر، بالإضافة إلى مشتريات محفظة السلع التي تفرض على الشركات المستوردة للبترول سداد قيمة وارداتها بالجنيه، مضافا إليه نسبة 10% محليا. ويختم مزمل أبو القاسم بالقول: قد لا تجد الحكومة المقبلة بلدا متماسكا تحكمه حتى لو استجاب الشركاء لتهديد البرهان لهم وسارعوا في تكوين الوزارات الجديدة في الوقت الذي حددته المصفوفة، علما أننا لم نسمع لها برنامجا ولم نقرأ لها خطة تستهدف معالجة الأوضاع المزرية التي يعيشها السودان حاليا، لأن خطة اللعب الحالية محصورة في كيفية دخول منطقة الجزاء لاقتطاع أكبر قدر من كعكة السلطة في دولة شارفت بطاريتها على الفراغ وتحولت فعليا إلى وضع الطيران.